فشلك مو معقول لا هندسة ولا اسلوب فبشخطك على طول ارديك بذهنك مرعوب فبتطلع مشلول لان القوة بصوب وانت بصوب شخطينك بالجولة الاولى بيتوثق من يوتيوب الدنيا حظوظ وحظك المنحوس حطك ضدي وانت خاسر التحدي فلا تعيش دور انك ندي من الجولة ما بتعدي اترك الهياط خل عنك حاطينك ضدي فاول جولة يبون يتخلص منك واذا كنت امسي موت فانا مجسد كل الشرور بعد الجولة بتكتئب في دارك ما بتشوف النور من بعدي بتصيح شهور مو شي جديد مود مستحيل اسلوبك زق روح غني نشيد قاصر مسكين حلمه يصير رابر لما يكبر بس حظه غدر فيه وجاب ضده رزحر انا انشهرت بجسات بلسيتين ما تنفع لك بظلم فيدي الجولة اكثر من ظلم القرعة لك يغني وهو شادها ويضخم صوته بكمي فيكت واضحة عقدته من نفسه فبنعطيه ديسريسبكت الكل متحمس لذي الجولة لاني بطقك فيها وانا واعد الكل ان دي الجولة ما بتعديها مجموعة فشلة وكل واحد هياطة زاد قد قلت لهم حطوا لي خصم يجمل بس ما فاد اسمع عاد استعد خذ نفس لاني بقصيك وقبل ما تخش بطولات تتعلم تمشي على البيت ما بتفيدك سرعة دامك فاشل بالكتابة ما راح تفوز الجولة وبتطلع منها بإصابة الكل يقر بفشلك الكل يقر انك غشيم الكل يطالب باعتزالك كأنك وزير التعليم دامني فاضي وخليني ادخل اتسلى فيك ودامك ما سمعت لي شي فكل بنشاتك تأليف وانا متشره اني دسك اسمك في البطولة عار وما كان ودي دسم خيالك لكن ما عندي اختيار يفشل رابر بعمان ستوري ما بيستر غباك لنباري الواحد عالميزان يوزن كل اعمالك وانت رابك تلوث سمعي راح اوصفه بعفن ودامني قاتلك بسطور فبجهز لك كفن افتنشات من البطولة ما بتستوعب القوة راح احرقك مع لحني بتطلع مشوه ما حد معتبرك رابر الا انت فلا تحتك السب مو مسموع فللحلوى كم تصك واذا تبي مثال للطول تعال شوف سنبول طاقك باللحن الاول مستواك ما هو مقبول وهياطك بس قول فرجوك وقف غباء فيس الضحكه بالستوري بيتحول فيسبوكا ولقيتك عالبيت تاتل فراح اكون لك قاتل بعد الجوله اسباب مجهوله بتطلع حامل امسي مود مسكين ما يعرف عني اي شي لا وجود له الحين ما ظن انه باقي حي بكون لكم سفاح واقتلكم واحد واحد بالدور وبقتلك في ذي الجوله عمدا قدام الجمهور انزع السعد من يومك بتشوف يومك صار داكن وانت زي الكيس الرملي بنش فيه ورد لي ساكن ما تبدي على طيفك بتكون واضحة أنا اللي هدمت ما عنده شي غير اللحسة هو رزحة رح بضغط على خرقة بتفلة شفني رزحت شحبت وبطلت رفشت كبت شوي بفك عليك خيوط بدون شروط هالخصم بفكه هو وطيزة على شكل مخلوط قلت بستوري اني ما ابغى خصم بدون تراكات جابوا لي خصم ما عنده تراكات وفوقها بينشاد عادي المرة القاية بيدخل البطولة ويغير الحساب دسك ويلي فكر انها رابر ممتاز يلا نبطح وسك الباب واذا فضيت تعال اركب عليه وتخيل انك مركوب المود فاضي تعال بعد الدس وقول انك مشلوب المود ده عسر اخوي من يومه في الدسات عنيف لا تزعل بعد الدس تحاول تدخل معاي بيف بنقرد بداية في البطولات وبتكون انت اول ضحية كيف ازعاج صاير من حولك ما عندك كلمة عربية قام تدفر من الشارع فلقى رزحا فلقى ما حد يفارع عقلي عقل جدي حتى تسموني في الراب البارع من اليوم اقول رابع ما نصلي بحت من الشارع المدة عام القادم البقى يحبوا يكون التوابع اصنف كلمات دس البطولة هذي شوية من الخفايف شافوا اسمي امسي مود في الجدول ورجفت الشفايف وجاني واحد فيهم فصيح كلماتهم من الارشيف ب15 دقيقة خلصت عليك في البيف دايما اكون الشيف صوته رقيق واضح الخناف في دمه ماشي ذا الرقيق من الدسات ما بيقدر يمشي شكله داخل بطولة عشان يتحنف في الكرسي الغبي داخل حسابي يدور بنشات من دسي ما غير عارف انه بيتحنف هذا الزنواه المخصي ما استغرب ذا زعل وبياخذ هالموضوع شخصي لا تتمنيك على الجمهور تسبك ويلي بدسك واضح شكلي ضاغطك بفكري وانا بالراحة بعنفك بشوتك وانت جالس تمحى من قوة السطور شد عاداك ومشيتك لا تمشي كأنك نور الغندور يلا غيب تحنك للحكام وما استغرب لتصور خرقك بتشيل الطوير يا رحزر وانت تمص الخيار المفكوك يا هالخكري رزحر لما يكتب كأنه شغالة شاردة وانا جاي افكح كأنه راس كل مكان يفك زندة اشوفك كأنك جارية تحاول تستشرف على البيت تتوتر وانت تكتب كأنك زانية بس ارحم من تورمنت